يوم جديد وأمل جديد وأخبار جديدة مع أحدث طبعات صحافة مملكة البحرين لبداية هذا الأسبوع اليوم الأحد الموافق للثالث عشر من شهر سبتمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة البلاد والتي بينت: جلالة الملك المفدى أيده الله رجل السلام، استبدال البطاقات المصرفية خلال أشهر، ومع صحيفة الأيام والتي عنونت: فعاليات شعبية ونيابية تشيد بإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل وترحب بخطوة الملك الشجاعة، اتصال بين الزياني ووزير خارجية إسرائيل المضي قدما في العلاقات بما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة، رئيس وزراء بريطانيا يشيد بتأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، ممثل المجتمع اليهودي في مملكة البحرين نقدر خطوة الملك العظيمة وإيمانه بالتعايش، ومع صحيفة أخبار الخليج والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم. الخطوط البريطانية تستأنف رحلاتها إلى مملكة البحرين في الثاني من شهر أكتوبر، طيران الخليج تستأنف رحلاتها المباشرة إلى الهند. ومن الصفحة الأولى لصحيفة الوطن نقرأ: تحويل 17 مليون دينار لحسابات المواطنين في يوم الثلاثاء. بيّنت صحيفة الأيام أن فعاليات وطنية وشعبية ونيابية أشارت بإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، معتبرة ذلك خطوة تاريخية ومهمة تجاه إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، منوهة في تصريحات صحفية بالرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدى أيده الله نحو مستقبل أكثر ازدهاراً أساسه التسامح والتعايش. وحول هذا الموضوع نشر الكاتب صلاح الجودر مقالاً في صحيفة الأيام، والذي جاء بعنوان: البحرين وإسرائيل الاتفاقية التاريخية لإحلال السلام بالمنطقة. فإلى المقال. الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل لم يكن مفاجئاً أو مستغرباً، فكل التقارير والتحليلات كانت تتحدث عن ذلك منذ وقت طويل، وكان اسم البحرين في مقدمة الدول العربية التي تسعى لحلحلة ملف الشرق الأوسط، تدشين مرحلة جديدة من العلاقات مع إسرائيل الهدف منها هو تعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة، وهو مبدأ قائم في البحرين منذ القدم، إذ لا يمكن الحديث عن التعايش والتسامح والسلام وهناك علاقات غير سوية بالمنطقة، ولا يقوم بالتغير السياسي الذي مضى عليه أكثر من 70 سنة إلا أولي العزم من القادة. لذا فإن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تتماشى مع توجهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله لنشر ثقافة السلام والتعايش في المنطقة والعالم بأسره. نقلت صحيفة الأيام أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أصدر تعليمات بشأن إعداد ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2021-2022، والتركيز على شغل الوظائف المهمة والحساسة ومراعاة أعداد الوظائف المعتمدة بالسقف الوظيفي عند توزيع ميزانية نفقات القوى العاملة. نتحول إلى صحيفة الوطن، ونطالع منها أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أعلن عن تحويل المبالغ المستحقة للمواطنين المستفيدين من خدمات المساعدات الاجتماعية في حساباتهم في 15 من شهر سبتمبر الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليون دينار. ذكرت صحيفة الوطن أن وزارة الإسكان أطلقت خدمة طلب الصيانة إلكترونياً للمواطنين
المستفيدين من شقق التمليك والشقق المؤقتة من خلال موقعها الإلكتروني، استكمالا لحزمة الخدمات التفاعلية التي شرعت الوزارة في تدشينها على منصتها الإلكترونية مطلع شهر يونيو الماضي. بقلم سلمان ناصر، نشر صحيفة الوطن مقالا بعنوان بحرينيون من أجل السلام، فإلى المقال. تعد اتفاقية السلام بين البحرين وإسرائيل إنجازا تاريخيا يعزز السلام في الشرق الأوسط، من شأنه أن يزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة. نعم، البحرين أخذت قرارها السيادي في إبرام اتفاقية سلام التي تمثل جهودها الدولية لنشر ثقافة السلام والتعايش السلمي في العالم كحل استراتيجي، مع دعم جهود جميع الشركاء العرب في السعي لتوصل إلى حل سلمي يحمي مصالح الفلسطينيين. أثبتت البحرين للعالم أنها أبرز مثال وأرقى نموذج للتسامح والتعايش السلمي، وما تم اتخاذه من قرار دبلوماسي استثنائي لهو دليل على جوهرية الخطوة التي أقدمت عليها المملكة الصغيرة في حجمها الكبيرة في عطائها الدبلوماسي والإنساني. نشرت صحيفة الوطن في صفحتها الأخيرة مقالا بعنوان البحرين أولا للكاتبة سوسن الشعر، فإلى أبعد هذا المقال. لقد بقيت البحرين وفية طوال أكثر من 70 عاما ترهن مصلحة البحرين بمصلحة الأشقاء الفلسطينيين، وظلت كذلك حتى بعد أن تغيرت الظروف من حولها. ولولا الله ومن بعده حكمة قيادتنا وهذا الشعب الوفي الذي أنقذ البحرين من السقوط، ولولا وقوف المملكة العربية السعودية والإمارات معنا لكنا الآن في مرمى النيران الإيرانية. هذه المتغيرات والمهددات لم تراعى مع الأسف من قبل القيادات الفلسطينية، رغم أنها تشكل لنا مسألة بقاء أو عدمه، بل زاد الطين بلة أن اتفق فصيل فلسطيني وهو حماس مع إيران ضدنا. ستظل البحرين مملكة للسلام وللأمان، هي وبقية دول الخليج تقدم للشعب الفلسطيني كل الدعم والمساندة. خلاصة القول، آن الأوان حين يتعلق الأمر بمصالحنا أن نقول البحرين أولا. من الصفحة الرياضية لصحيفة أخبار الخليج نطالع أنه بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أطلقت أكاديمية الذكاء الاصطناعي التابعة لكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين الدفعة الأولى من طلبتها. قرار سيادي والبحرين خط أحمر، عنوان مقال للكاتب محمود المحميد في صحيفة أخبار الخليج، فإلى المقال. ليس من حق أي دولة أو نظام أو مجموعة أو جماعة أن تتطاول على مملكة البحرين أو تسيء لها أو تزايد عليها بخصوص دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. فتاريخ مملكة البحرين قيادة وشعبا راسخ وواضح، لا نقبل اطلاقا أن تزايد الخارجية التركية على مملكة البحرين، وهي التي سبقت الجميع في إقامة علاقات مباشرة مع إسرائيل، ولا نقبل بتاتا أن يأتي تهديد من إيران جار السوء على قرار بحريني سيادي. هي التي تقيم علاقات من تحت الطاولة مع الجميع بلا استثناء. قرار مملكة البحرين نابع من التاريخ العريق والأصيل لهذا الوطن وشعبه، وما تميز به عبر العصور من انفتاح وتسامح والتعايش السلمي مع الجميع واحترام التعددية والخصوصية وتعزيز القيم والمبادئ الإنسانية، مع الالتزام بالثوابت العربية ودعم الحقوق الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها.
لفتت صحيفة أخبار الخليج أن اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي أعلنت عن إغلاق باب الترشح للمشاركة في جائزة أفضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين بعد أن تم استقبال أكثر من 50 مشروعاً للمشاركة في النسخة السادسة في فئات الجائزة الثلاث. إلى صحيفة البلاد والتي بيّنت أن مصرف البحرين المركزي أمر جميع البنوك العاملة في المملكة باستبدال جميع البطاقات المصرفية لتحتوي على تقنية الدفع اللاتلامسي التي أطلقتها البحرين حديثا، وذلك خلال 4 أشهر، أي بحلول 31 من شهر ديسمبر القادم. وشدد التعميم على أن عملية الاستبدال يجب أن تكون مجانية دون أي تكاليف. نشرت صحيفة البلاد أن الاتحاد البحريني لكرة القدم أصدر الكتاب التوثيقي لإنجاز كأس الخليج العربي خليج 24، والذي أحرز المنتخب البحريني الوطني الأول لكرة القدم اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وحمل الكتاب عنوان ذهب الزعامة. علم التوثيق عنوان مقال في صحيفة البلاد للكاتبة سمر الأبيوكي، فإلى المقال. يعد علم التوثيق أحد أهم العلوم التي تمارسها قلة من المختصين، ذلك أن التوثيق يغني عن الدوران في عجلة واحدة مرارا وتكرارا، فيسمح لنا بالاطلاع على تجارب الماضي والتعلم منها، وأن نبني على ما تم التوصل إليه في أي قضية أو منحنى، سواء علميا أو سياسيا أو حتى اقتصاديا. هناك حاجة ماسة إلى زيادة ثقافة التوثيق والاهتمام بها، خاصة مع وجود أجيال جديدة لديها مقومات وأدوات أسهل تساهم في علوم التوثيق والاستدلال، خاصة أن التوثيق حاليا لا يحتاج إلى رفوف ضخمة تحوي الكثير من المجلدات. كل ما في الأمر هي ذاكرة في الهاتف النقال أو جهاز الحاسب الآلي لتوثيق ملايين المعلومات المهمة التي قد نحتاج للعودة إليها. وإلى فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.